نطيت من شيل الغسل والبشاكير ولاك صقري تروم الصقارة لومي على اللي صقرك يا المعيثير لومي على اللي صقرك يا خسارة الطير يبغى له رياسة وتصقير ما هو تزهلج برقعة مع شكارة المثل اللي ما يعرف الصقر يشوي يا طارش يا صرت عجلي وانا باتر يا طبيت سوق الرياضي اسلم وسلم لي على الشيخ سلمان هكا الجبال اللي غشاها البياض كثر ما هلا المراجل حاضين اليا تبر حمله تناها ضبليها يعجبك في نهضة يده يومنا صحيح اللي ما يعرف الصقر يشويه طبعا مثل ما قلنا انه لكل مثل موضوع ولكل مثل حادث وحديث صار هو السبب في ضرب المثل وتناقل المثل لو ترجع الكثير من الاشعار الشعبيه اللي يتناقلها الشعبيون والسمار وعوام نجد يمكن ما تجد ضمن الأشعار أو ضمن الأمثال أو على ألسن السمار كلمة الأسد بالرغم من أنه هو الحيوان المشهور بالقوة وهو أسد الغابة وفارس الغابة والمسيطر على الغابة على الحيوانات في مملكة الحيوانات الصقر طبعا كثير ما نشوف من الناس من يقولوا فلان صقر إذا كان شجاع فلان حر ومثل الصقر الحقيقة ليش جاء المثل يقولوا أنه إذا اقتل الصقر طبعا إذا مسك الصقر بطريقة خدعة أو بطريقة غير المعروفة اللي يصطادوا فيها الصقور ويدربوها على الفراسة واصطياد الطيور هذا الصقر يموت لأن ما له كبد تتحمل الضيم وتقف أمام الهزيمة لذا يموت من الجزع وسمي بذلك الصقر حر وأطلقوا على الإنسان اللي عنده شهامة وكرامة وما يتحمل الضيم وعنده شجاعة ويقدم إنسان مقدام قالوا إنه الصقر حر أمثال كثيرة اشتقت حول هذا المثل أمثال كثيرة جدا جت حوله وتدور في معناه نقول مثلا اللي ما يعرفك ما يثمنك ماكل بيضة اشحمة وش يدري الثور اني عنتر اشياء كثيره جدا نردها ونرددها على ألسنة هي جاءت من مثل واحد تدور احداثه عند العوامه ولو قصه والقصه على مشاهد وكما اعتدنا نشوف المشهد الله يجلعك وش ذا الصيد هذا اعوذ بالله الله لا يرده عيا لا يستوي أكون العوال وين راح الله ما أدري يا عوال يا عقاب يا عقاب عقاب يا ماجد يا زايد أبكم تعال واروح تعال تعال أبكم تعال عليكم السلام عليكم السلام يا هلا عليكم السلام يا هلا عليكم السلام يا هلا عليكم السلام يا هلا عليكم السلام
جزاك الله بالخير. يا هلا والله. ايش عند الرجال؟ استريحوا يا الربع. يا هلا والله. الرجال يحوس ويدوس من اليوم، وش عندك؟ والله يا عيوني انها اعوذ بالله تبي تفضف من هدخ. والله معي لي صيد، الله لا يردها اعوذ بالله، تني اشب على حصى. اي يستوي؟ من الصبح تحوس. وش اللي انت شويه؟ وش تشوي؟ ابقى الرجال صايد وعايد. امورك زينه يا هدير؟ اي والله الحمد لله. ما تغيب الا وتجي سالم. الله يسلمك. الله يسلمك. اثرق قانص. اي بالله. ما تغيب الا وتجي سالم. اي والله. والله وانا اخوك يقول اللي ما يغبر شارب ما يدسمه يا اخي. ابشركم والحمد لله اننا بخير ونعمه، حنا هالغنايم يا الربع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لكن هالصيد وش هو هذا؟ يا هديف، تكفى يا هديف يا ولد ابوي. اصبر يا رجل. ابقى هذا خرب خرب. اصبر يا رجل، هذا خرب ولا صقر؟ الحلال هذا ما بلل خربا صايدينه، وابشركم بالعطيه يلي تطلبون الحذيه. تعينوا تعينوا يا ولد. يا ولد ابوي ابقى اشهد انه اقول وش ابتك يا هدف يا ولد ابوي. يعني ما هو بخرب؟ ابك هذا ما هو خرب على القوم، ابك الخرب كبر الخرب. تقصد الخرب ذكر الحباري؟ هي هون خرب من غيره. خل اشوف يا الربع، خل اشوف. هي تعين ولا اخوك تعين؟ يا تعين يا ماجد، هذا خرب وشن؟ عين يا زعل. يلا يا عقاب يا لبي. انسان اجيب العلم ابن صقر. وش وش صقر؟ لا تقول صد. اي والله اقول صد. وش يا شبد ابوك يا عقاب شبد؟ اقول ان الصقر صد. اي ابن صقر يا ابن الحلال. يا ابن الحلال، كيف تسوي كذا بالصقر؟ تذبح الصقر يا المخون. يا ابن الحلال على هونك وتكن. اقول ان الصقر تعين في راس الخرب. زين تعين فيه وشف، ما هو بصقر. اكتفى يا زايد. اي بالله اكتعينه. ورنيه الا يا زايد، انت لا تعرف الصقر. ابكر له صقر. ها شف تعين راسه ومخالبه، والله ان لا راح ولا جاء. انه صقر ولا صقر. ابكر والله انه صدد. ابكر اللي ذبحه. ابكر اللي ذبحته. تبين اذبحك؟ والله اذبحك. يا ميت كيف تذبح هالحر الاشقر؟ ها تدري عاد يا زايد. ابك والله انه مو بحرنا شقر اللي طاح بيد هالرجع. ابك هذا خرب وقع بيد اهدي. عز الله صادق. عز الله صادق يا زايد. عز الله صحيح. وش انت شو الصقر؟ اصبروا يا الربع، اصبروا. اقول اصبروا يا الربع على هونك على هونك على هونك. اسمعوا على هونك. اسمعوا يا الربع، لكن قلتوا تضحكون. نضحك على اكل تشوي الصقر الحر. يا الربع اصبروا يا الربع، خلوني اقول لكم وش حالتي. وجه الله. اصبر اصبر. هات يا هديف. وش هذا حظي اللي اروح اصيد لكم ابيكم تاكلون؟ ها يا الربع. هي هل اللي ما يعرف للصقر يشوي؟ وجه الله. صحيح اللي ما يعرف الصقر يشوي. طبعا المثل كما شاهدنا احداثه اعتقد أنه ليس بالقريب القريب ولا بالبعيد البعيد. كان هذا المثل رفيق للبدوي عندما كان يتفرش الصحراء ويتلحف السماء، زادوا البندق والطير والسلوقي. طبعا كثير من الأمثال الشعبية وكثير من الأشعار الشعبية، طيري غدا والسلوقي راح أو حلالات يا طيري. البدوي بدأ أمنيته أنه يتمنى أن يعود له الطير. الطير أوفى وأضمن وأفضل لصيدة البدوي في الصحراء. طبعا الحقيقة المثل كما شاهدنا وكما رواه الأخوة واضح، لكن ربما لا تكون القصة حقيقية أنه هناك من مسك أو اصطاد صقر وشواه، لأنه طبعا البادية عرفوا الصقر
وأول ما عرفوه دربوه وعلموه فنون الصيد على أساس أنهم يستخدموه في الصيد ولا يستخدموه في الأكل، وأيضا تعلموا من الدين ومن اتباعهم لعاداتهم وتقاليدهم أنه من الطيور اللي ما توكل ومن الطيور اللي يعتنى فيها. ليس المهم أن نتحدث عن الصقر بالدرجة الأولى، المهم أن نقول أن المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه يقاس لكل إنسان يخوض في أشياء ما يعرفها وما يعطيها قيمتها أو ما يعطيها حق قيمتها اللي تستحقه. علشان ما نشوي المثل مثل ما شوى أهداف الصقر، نقول إلى اللقاء في مثل الحلقة القادمة.